المورد الخامس قوم يحبهم الله ويحبونه. قال الغفور الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لاحظ يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين لا تتخذوا اليهود والنصارى. إذن هؤلاء الذين يسمون بالمؤمنين سيتخذون اليهود والنصارى أولياء. إذن يوجد من هؤلاء من يسمى بالمؤمن ومن ينتمي إلى المؤمنين سيتخذ من اليهود والنصارى أولياء. يقول: وإن من يتولهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بعد هذا أيضا خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يوجد ارتداد من أين؟ من بين المؤمنين. خطاب للصحابة في زمن الصحابة. في مورد الخطاب يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا عنوان قوم يحبهم الله ويحبونه. يحبهم ويحبونه إنما وليكم. لاحظ تحدث عن الولاية وولاية الكافرين. بعد هذا انتقل إلى الولاية الحقة، الولاية الصادقة، الولاية الإلهية، وحذر بأنه يوجد تبديل. ولاية الكافرين هي نوع من الارتداد، نوع من الرد، نوع من الردة، فيبدل بقوم مؤمنين، بقوم صالحين، بقوم يحبهم الله ويحبونه. يقول سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.